يا مساعد. مين؟ فتحية؟ أيوة فتحية. إزيك يا مساعد؟ وإزي الحاج؟ وإزي الحاج؟ إن شاء الله تسلامي، حلوين وزي الفل. يعني ما سألتيش على عروسة؟ عروسة مين؟ إشت هنية. لها البنت هنية اتجوزت؟ إلا اتجوزت، اتجوزت جوازة ما جاتش على البال ولا على الخاطر. اتجوزت مين يا موسى؟ طبعا مش هتصدقيني لو اقولك الحاج. حاج مين؟ الحاج صالح على سني ورمح. الحاج صالح؟ شوف يا اختي البيت قادره خدت الراجل من على مراته. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، انت قلبك اسود من حياتك كده ليه؟ ها؟ مش انت اللي بتقولي يا ولية؟ ايوه بس ده كان بموافقه الحاجه، ما انت عارفه قلبها متشحتف على العيال قد ايه. تتشحتف يا اختي؟ ما سمعتش كلام. انت منك، انت منك، ما انت دوحتيها السبع دخان. انا كان قصدي خير يا موسى، عملت اللي عليا. يلا بقى هنقول ايه؟ كل شيء نصيب. قولي لي يا عسل يا سكر كده، هي البنت هنية لسه شايلة مني؟ وانا كانش عرفني، وانا كنت دخلت جوه نفسويتها. ايه طب انا عايزاكي كده تجسلي نبضها وليكي عندي الحلال. يا شيخ اروح كده من وشي وانا كنتش نصافي على رأي المثل؟ يا عجيني يتركوا الشر الجايين. طب وليه ما تقوليش على رأي المثل؟ يا ناس يا فل، الخير للكل. طب شوفي كده لما اطلع انا والميه تطلع في العلاني ولالي لالي، انا بقى هغرقك فلوس قد ايه؟ سلي عليك النبي وحياة الحسين تقفي جنبي احسن. ده انا ما حلتش اللضا يا اختي، ده انا بقيت على الحديده. انا اشوف بس على شرط اللي تاخديه منها بالنص وشرفك بالنص. قبل الحمام يما متكمر في برام يما، قلتي مش رايدي. جرى ايه يا ام الساعد؟ ما تنهضي، الحاج راجع جعان يا اختي. الله، واحنا ذنبنا ايه؟ ده العاج ما هو اللي جاي متاخر. بعدين الحاجه جوه بتديله تصبيره، اطمني مش هتسيبه. تصبيره؟ والله انت فايقه ورايقه. هي ورايقه؟ بقول لك ايه يا بيه، انت بقى اللي مش عاجبني حالك اليومين دول. ماله حالي يا اللي مدوبه نص رجاله مصر؟ يوجدشك ايه بقى يا بيت؟ في عروسة اول عريسها ما يرجع من برة يدخل عدل على اوضة درتها، ده انت لسه ما سبعتيش. يا نهار ما شاف لها، قابلت الحاجة درتي؟ ده انا بحبها. ايه، انا حط راسي براسها ولا ايه؟ هو انا كنت احلم في يوم من الايام ان اتجوز راجل زي سيدي صالح؟ ده راجل ولا كل الرجال؟ يا سلام يا سلام. شوفي يا اختي البيت معاها حق. فتحيه بقى. فتحيه مين؟ بتاعت الخضار؟ لا لا لا، وانا يا بنتي نسيتي، فتحيه مرات ابوكي. ايه ودي تتنسي؟ لكن انت ايه اللي فكرك بيها؟ اسكتي يا هنيه، ده حالها بقى يصعب على الكافر. اتاريها صعبت عليكي؟ مالها يا وليه؟ ما تقولي اللي طالع عليها. نفسي اشوف هنيه، عجبني ان اشوف هنيه عشان تسامحني، ابوس ايديها قبل رجليها. اسكتي يا هنيه يا بنتي، قطعت قلبي. يعني عليها؟ هي صحيح بتعض، لكن برضو مرات ابويا. هو انت شفتيها فين؟ عندك حق يا حاجه، ده حتى بنتي مش هاين عليها تسال عليا على امها. تقوليش قلبها ده حجر؟ يا ساتر يا رب. العيال قال قطع الخلف وسنينه. عجايب. امال يا اختي كنت كل شويه بتجري رجلي عندي دي وعندي دي ليه؟ مش هاين عليا اشوفك وانت قلبك متشحتف على حته العيل. لكن ايش جاب لي جابي حاج؟ هو انت يعني لا مؤاخذه في دي كلمه هتستني حاجه من ورا ولادك زي حالاتي؟ ده انت ربنا يزيدك من نعيمه، هتديهم مش هتاخدي منهم. وانت عايشه ازاي؟ اديني بشتغل دلالة، بلقط قرش من هنا وقرش من هنا، اهو اجيب تمن لقمتي. وما كنتيش تعرفي بقى ان انا جوزت هنية للحاج؟ دريت يا حاجة دريت، سمعت من الولية ام الساعد وعديكي من ساعة ما دريت. ايه اللي جرى لي يا حاجة؟ ليه
ليه تعملي في نفسك كده؟ ليه يا حرة تجيبي في بيتك درة؟ يلا أنا قلت هنية أولى من الغريب. لا 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 يا حاجة، لا اسمحيلي، الغريب أولى، دي حاملة زي التعبان لما يدفى يقرص. خلاص بقى يا فتحية، ما بقاش يجي منه، الفاس وقعت في الراس. طب هسألك، قبليكي قبليكي نذبح فراخ ولا أنارب؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا هنية؟ طب يا اختي سلمي علي، ولا اللي كان بيني وبينك مش عشوة مال؟ ازيك يا نينا؟ نينا مبروك عليك يا اختي سبع بركات. الله يبارك فيكي. يكن على ايه؟ على طاقة القدر يا اختي اللي اتفتحت لك، على الهنا والسعد اللي بقيتي فيهم. اصل انا قلت لها، ما كانتش مصدقه لما قابلت ام السعد وقالت لها. طب ما قلتوش هنذبح مين؟ قصدي هنذبح ايه؟ اذبحي فراخ يا هنية، واعملي حسابك فتحية هتتغدى معانا. إله يا رب يفتحها عليك دنيا واخره ويخليكي ليا يا اميره يا بنت القمرة. خدي راحتك يا نينا، البيت بيتك. هنية روحي اذبحي الفراخ. بقى ده منظر واحدة تبقى مرات الحاج، مش لايق عليها النعمة أبدا. يجاتك إيه يا فتحي؟ ده أنت مصيبة يا ولية، أنت اللي طول عمرك ما بتحبيهاش. مالك يا هني؟ بقول يا مساعد، قد لنا ايه يا اختي الجدم الموجوده؟ اديها اللي يريح قلبك ويرضي ضميرك. اديها جلابيتين من هدومي ومنديلين راسي. جلابيتين ايه وانا مقاسي مقاسك؟ انت مالك يا وليه وانا هديك انت؟ قصدي يعني ما هي مستوره والحمد لله. طب دبريني يا وزيره الهم. انا بقول يعني اديها قرشين يقبلوا الاسم. اسمه مين؟ قصدي يقبلوا الاسم يعني من نصيبها يعني. ولو انك ما بتفهميش بس في دي معاكي حق. بس بقول لك ايه، اوعي تديها الفلوس دي قدام الحاج. اوعي الحاجه تشوفك ولا تلمع طيفك، عشان ثوابهم يبقى ليكي. ادهم لها بالليل في الضلمه. بيت بالليل ده ايه يا هبل؟ ادهم لي انا وانا اديهم لها. حاضر. يا حبيبتي هبل، لو بتصدقني ما تقدريش تتصوري انا فرحتي بيكي قد ايه يا بنتي يا هنية، لما عرفت ان ربنا كرمك وبقيتي في الهنا اللي انت فيه ده. ما هو ده اللي مخوفني، قصدي مطمني. بقول لك يا قبلتي، ام سعد ادتك حاجه؟ لا. طب خدي بقى، خدي خدي. ربنا ربنا يخليكي ويكرمك ويديكي من واسع يا رب يا رب. ما قلتليش يا بنت، لا، الوليه دي عامله معاكي ايه؟ الوليه ام سعد؟ ام سعد مين يا بنت؟ الوليه ضرتك. ضريتي؟ ده انا امي لو كانت عايشه ما كانتش تعمل معايا اللي بتعمله قبلتي. اتشابت انت، هتفضلي طول عمرك عبيطه وهبله؟ مش تتنصحي بقى، ده انا الحبه اللي قعدتهم معاها ما بطلتش تتكلم عليكي. بجد؟ قبلتي الحاجه بتجيب سيرتي؟ بتقول ايه؟ فرحيني، بتقول ايه؟ انت فرحانه؟ دي مش طايقاكي. ليه؟ ريحتي وحشه؟ يا بنت مش طايقه تسمع سيرتك. ده هي اللي مجوزاني جوزها. ليه بقى؟ عشان تبقي تحت رجليها خدامه. خدامه؟ هو ماله؟ انا خدامه ومساعد خدامه وهي خدامه وانت خدام وكلنا خدامين في بيت سيدي صالح. يا بنت عقالي، دي ندمانه انها وافقت على العامله السودة دي، لولاش الحاج هو اللي عايز يخلف حته العيل. عارفه يا بنت انا بفكر في ايه؟ في ايه؟ عايز اخدك من ايدك كده اوديك الواحد شاطر يعمل حاجه تخلي الحاج ما يطقش الوليه اللي بره دي، وانت بقى تبقي كل في الكل. يا نهار مش افلاط، يعني يكره قبلتي الحاجه ولا يطيق يشوف وشها؟ لا يعني انا حرام حرام، ده هي اللي بتوصي سيدي عليا. بتوصي بين يا بنت؟ انت جايبه الكلام الفارغ ده منين يا هبله؟ هو اللي بيقول لي يعني هو كذاب؟ شوفي يا اختي البنت هتجنني. شوفي يا اختي. يلا يا اختي انت وهي، يلا يا اختي انت وهي علشان تتغذوا والحاج رجع. يلا يا هنية علشان تحضري. طب يلا انت، يلا. هو في ايه بالظبط؟
اديتيها؟ لا. اديتيها؟ هو انا لحقت؟ طب ادوها بقى وانا مستنياكوا بره. انت خدتي حاجه؟ لا. وانت خدتي حاجه؟ لا. طمنيني، لقيتي ايه؟ مفيش اي اثر لاي حاجه خالص. كشفتي عليها كويس؟ ده انا فليتها، قلبتها يمين وشمال وسالتها مليون سؤال. يعني لسه ده ما عندهاش فكره خالص. طب وبعدين في الوقعه السودا دي؟ هي واقعه واقعه بجد يا حاجه. طب هي غابت يا فتحيه ولا لسه بدري عليها؟ لسه بدري ايه يا حاجه؟ دي البنت البكر تدخل من هنا عالسبوع نفسها تغم عليها، الاسبوع اللي بعده تتوحم وتطلب الفاكهه اللي في غير اوانها. طيب معلش نديها اسبوع كمان، يمكن ربنا ينفخ في صورتها. لا 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 يا حاجه، الجوازه من الاول كانت فشوش. انا كنت متاكده ان انا العيد مش مني. فشر ينقطع لساني اللي يقول عليكي كده. ده انت زي الفل، ده احنا كل اللي رحنا لهم قالوا عليكي فل، يعني تقدري تخلفي بدل العيل 10. يخليكي ليا يا فتحيه، تعمى اديكي الحلاوه. مساعد الشخير ده كله يا مساعد. مساعد وليه دي عاوزه لها كمامه. ايه يا وليه؟ في ايه؟ بتقعدي معايا نتكلم؟ تعرفيش قابلتي مالها النهارده؟ انا عارفه من ساعه الوليه مرات ابوكي ما غارت وهي قاعده حاطه ايدها على خدها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ تلاقيها قالت لها كلمتين عكننوها حاكم دي وليه من برد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. يسعد مساك يا سيدي. امال الحاجه فين؟ جوه في اوضتها. وسايبينها لوحدها؟ من يمتها هي عاوزه تقعد لوحدها، ومن يمتنا ما حبيناش نزعجها. تعالي يا دي بقى البسبوسه اللي انت كنت عايزاها بالسمنه البلدي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا سيدي. الله يخليك. بخش اشوف ايه اللي حصل. شفت الحاج بيحبك قد ايه؟ ربنا يخليهولي. من يمتي انا هموت على حته بسبوسه.